السيسي لازم يبيعها للامارات. ليه؟ عشان كاسرين عينه. مش هو قال لك، هو قال له من زمان اول ما جاء وعملوا الانقلاب، الانقلاب ابغي هذه وابغي هذه وابغي هذيك وهؤلاء وتلك، وعايز كل حاجه في البلد. السيسي ما يقدرش يرفض له طلب. بس للاسف السيسي طلع مش مظبط الورق، علشان السيسي بيتهرب من الضرايب وفاشل، ومش بيتشطر غير على الغلابه بس، اللي زي عم ربيع. فاكرين عم ربيع؟ عم ربيع اتشطروا عليه الراجل الشهم المجدع المصري الاصيل اللي كان بيشارك بحبه لاهل غزه ببساطه كده يعني، وبيعبر عنه بمشهد عفوي. المهم نظام عبد الفتاح السيسي يسيب عمك ربيع في حاله؟ لا، دور له على تهمه كده في المستخبي، اهو اي حاجه تعكنن على الناس وتقول لهم ما تبقوش جدعان قوي يعني. شوف معايا كده. وكانوا زعلانين قوي من عم ربيع بتاع البرتقان عشان بيسترزق على فرشه من غير سجل ضريبي ووضعه مش مقنن، ييجوا يشوفوا الهنا ده. يعني عمك ربيع بيبيع من غير ايه؟ بيبيع من غير ما يكون عنده فرشه ولا حاجه ولا سجل ولا بتاع ده، سجل ضريبي ولا بتاع. فتعال بقى حاسب عمك ربيع، بس ما تحاسبش السيسي على شركه كبيره زي وطنيه اللي محدش عارف عنها حاجه ولا بتدفع ضرايب ولا حاجه.